أقنية الحبوب القابلة للهضم تستخدم المجالات المغناطيسية لتتبع الحركة عبر الجهاز الهضمي بدقة أعلى. هذه التقنية تعتبر أسهل بكثير مقارنة بالجراحة، فهي تسهل تشخيص وعلاج اضطرابات الحركة المعوية المعدية. هذه الحبة الذكية القابلة للهضم يتم تعقب حركتها خلال الجهاز الهضمي، والتي تتصل عبر هاتف ذكي باستخدام تقنية البلوتوث. ويأمل الأطباء والباحثون أن تحمل هذه التكنولوجيا الجديدة تشخيصاً لأمراض أكثر، خاصة الأيضية والنفسية وحتى العصبية منها. لمتابعة المزيد من الأخبار والبرامج والقصص الإنسانية والوثائقيات والتقارير الإخبارية، لا تنسوا الاشتراك في قناتنا على يوتيوب، الضغط على زر الإعجاب وتفعيل جرس التنبيهات.